أذكرك سيدتي أنكم ستواجهون مشاكل مع العدالة. ليس مهما، نحن مستعدون. ثريا مونتينيغرو لديها كل الحق في ذلك الأمر. لديها الحق فقط حيال إليزا لأنها قاصر، ثم هي تحت وصايتها. لكن إسبرانسا، إسبرانسا راشدة ولا يمكن لأحد التحكم بها. أحسنت ماريا. أصغي إلي سيدتي وتجنبي المشاكل. قلت لك سنواجهها أستاذ أرمنتيروس. لقد سمعت ماريا أبيلاردو، إليزا لن ترحل من هنا الآن، وإسبرانسا لن ترحل أبدا. كلامكم الأخير؟ نعم أستاذ، هذا كلامنا. بكل أسف أحذركم أنه عليكم أن تواجهوا كثيرا من المشاكل. لا تصر أستاذ، نعرف ذلك. جيد، أستأذنكم، صدقوني لم أكن أريد التسبب لكم بالمشاكل. أصطحبك إلى الباب أستاذ. حسنا فعلت ابنتي. شكرا سيدتي. لاستبقاء إليزا سنواجه مشكلة كبيرة جدا. حاليا عمي لا أقدر أن أسمح لهم بإعادتها إلى تلك المعتوة. لو ليسرلندو كان هنا لقدم لنا النصح. وأين ابني ماريا؟ هو لم يقل لي، لا أعرف. منذ زمن ولا تشرب أبدا سيد لويس فرناندو، ماذا أصابك؟ اسمع، الأفضل أن تعود إلى منزلك، سأطلب التاكسي، لن تقود هكذا. لا، قدم لي كأسا آخر. مزدوج، مزدوج، ألم تسمع؟ حقا دونا فيكتوريا، لا أريد التسبب لكم بالمشاكل. لا تقلق أبدا أستاذ أرمنتيروس، ما فعلته ماريا كان الأفضل. لكن افهموا أن السيدة مونتينيغرو حصلت على البراءة. هيا اسأل ابنك ألدو لماذا. لكن سيدتي. اسأل ابنك ألدو لماذا، وسامحني لكوني فظة جدا معك. أيها الأبناء دعني أقف، ابتعد. ماما، أنت عاجز عن قتل لملة حتى. ابتعد، ابتعد عني. أو ماذا تريد، أن تقبلني أو تطرحني الغرام؟ ماذا؟ ولن تساعدني على النهوض؟ انهضي وحدك. أنت لست شهما أنت. تريد شرابا لكي نتكلم بهدوء أكبر؟ خبيث، لا تقل لي إنك راحل. سوف أرحل، لكنني أحذرك، إن استمريت بمطاردتنا سأعود لأقتلك. صحيح أنني لست مريضة رودريغو؟ قليل من الإرهاق، لكن إن استمريت بالتوعك سأضطر لإخضاعك لبعض الفحوصات. أتعلم شيئا؟ سبق وقلت أن نتيجة المحاكمة أثرت علي جدا. ارتاحي اليوم، وإن لم تكوني بخير غدا أبلغوني أرجوكم. نعم دكتور، سنبلغك. ابقيا قليلا مع إليزا، فهي متوترة جدا. أنا لدي أمور أقوم بها. لا تقلقي ماريا، سنبدأ بتهدئتها. خارجة أنت؟ ابنتي تيتا ليست بخير، ولقد طلبت من رودريغو أن يأتي. سأرى ماذا قال وسأرى إن كنت أجد لويس فرناندو في مكان ما. إلى اللقاء دكتور. إلى اللقاء. قصر عائلة دي لا فيغا. لقد كنت محقة أيتها الغبية، نانديتو لم يكن في منزله، هو هنا معي. ثريا كارلوتا؟ نعم سيدتي. ماذا تريد؟ ماذا قالت لك كارلوتا؟ إن سيد نانديتو معها الآن. رودريغو مع تيتا؟ لا، لقد رحل، يقول إنها مصابة بمرض الأثرياء الإرهاق، لكنها أصبحت بخير سيدتي. أفضل تيتا؟ نعم أمي، أنا بخير. كما قلت لك
تأثرت من نتيجة هذه المحاكمة البغيضة، ومن يدري ربما أيضا من جبن ألدو. نعم نعم أعرف حبيبتي. الدكتور يقول لها أن ترتاح جيدا لبقية النهار، وإن بقيت تشعر بالتوعك حتى يوم غد نعاود الاتصال به. هل سمعتي؟ نعم أمي. أنا ذهب ربي. كما تريدين ماريا. ارتاحي حبيبتي. هيا. أنا جبان، أنا جبان، جبان. ابنتي سرية، ابنتي، أريد أن أرى ابنتي. لما لم تجلبهما بالقوة؟ لا يمكن القيام بذلك ثريا. وأما بالنسبة لإسبرانسا، إن أرادوا الاحتفاظ بإسبرانسا فليحتفظوا بها، في النهاية هي ناكرة للجميل. ولكن إليسا أرفض، إليسا أعتبرها ابنتي ولدي كل الحقوق نحوها. أجل إليسا لن يأخذوها مني. اتفقنا ثريا. أحضرها لي لو سمحت، أحضرها بالحسنى أو بالقوة. ها هو أرمنديروس. وبالتأكيد جاء يقول لها إننا رفضنا تسليم إليسا. لا أظن أننا امتدت مع تلك السيدة ماريا، هو ليس هنا. لا، ولكن ثريا أبلغت كاروتا هاتفيا أننا امتدت وكان معها. لابد أنها كذبة لإشعارنا بالخوف. نعم نعم ممكن لوبي، أنت محقة. ثم أنا أظن أن أعصابي واليوم السيء الذي عرفناه جعلني أتوهم أشياء كثيرة. بالتأكيد امتدت الآن في المنزل ولويس فرناندو أيضا. ألست خائفة من تهديدات ذلك الشاب؟ هددك بالموت سيدتي. هل كنت تسمعين أوراليا؟ سمعت صدفة سيدتي. لا 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 لا, لا. لست أخافه، فهو ليس سوى أبله معتوه. سوف أستلقيه، أنا متعبة، لست موجودة إن سأل عني أحد. نعم سيدتي. مساء الخير. مساء الخير. شكرا. عاد ناندو؟ من أدخلك إلى هنا؟ ثريا مونتينيغرو حصلت على حكم بالبراءة حقا. جميلة جدا زوجة لويس فرناندو دي لا فيغا. هل هي سعيدة حقا معه؟ حسبتك لن تعود أبي. جيد أنني وجدتك ألدو. أجبني وبصدق بني، ما هو الشيء الذي لم تقله؟ مما سمح لثريا مونتينيغرو أن تخرج بريئة من المحكمة. لا ابنك ولا سيد لويس فرناندو عادا سيدتي. لكن كيف يعقل هذا؟ وصل سيد، لكن ناندو
إلى الشرب؟ ارحلي هيا! ابنتي، ابنتي الحبيبة، أنا لست ابنتك. كنت أظن أنك ميتة. ابنتي حبيبة قلبي، أنت ثريا.